السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم كثير يا جماعة. أنا الشير ده بكتبه كثير، الناس بس الناس تساعدنا بالشير. الشير ده عندي أهم حاجة عشان أنا رسالتي لي دايرة تصل حسي، فهمت؟ الرسالة دي ما تكون قريبة للناس، ممكن اللايف ده توجيهه ده رسالة، واتمنى انه الرسالة تصل، وانا دايرة تصل، وداير رؤساء الجنجويد خليهم يجي يسمعوا الكلام اللي انا قاعد اقول فيه ده. الجنجويد خليه يجي يسمعوا الكلام ده، اي كلب بيتبع الجنجويد خليه يجي يسمع الكلام اللي انا بقوله. سمع الكلام ده كويس. بأصل الحجارة الإنسان بيجيبها هو شنو؟ بنفسه بالمناسبة، والاستحتار من جيبه إحنا بنفسنا، لكن يجب علينا كأبناء الفلان تتوحدوا. أول حاجة الرحمة والمغفرة لكل الشهداء، وعامز برضو السمين عنه في برضو مناقشات حصلت بين جريدو وبين سرجيلة، والليلة في المطارق برضو في حاجات حصلت، وأول أمس برضو الرزيقات برضو حجموا، الليلة برضو حجموا. فالحاجة دي يا أهل الفلاتة بصراحة كده، كل الفلاتة الموجودين في السودان 10 مليون دي اسمه كلامي كويس. شوف، حرب رسمية ولا مناوشات. نحن ممكن نعلن حرب، الرزيقات ممكن نقبضهم واحد ورا الثاني زي السواسيو، انت فاهم القصة دي؟ الرزيقات ممكن نحن نقبضهم واحد ورا الثاني، ما بيغلبونا أصلا يعني. لكن الاستفزاز احنا ما بنقبل بنفسه بالمناسبة، والاستحتاج جايلة وعليه الاستفزاز ما في ذول بيقبله، والحرب نحن لازم نستعد لها، وإذا كان ما استعدت للحرب الحرب جاتك، والحرب وكت جات مرحب بالحرب. ثم الكلام ده كويس، الحرب وكت جات مرحب بالحرب. هم القبائل كم؟ 3 قبيلة صح؟ قوتهم كم؟ كم مليون يعني مثلا؟ خليت كالبو من نيجيريا ولا من تشازات؟ خليت كالبو الرزيقات كلهم، مش القاعدين هنا في السودان ديل، لا نجيبوا بتاع انتشازات نجيبهم، اتكالبوا كلكم تعالوا مرحب بالحرب يا اخي. انتوا بتستفزوا الناس كل يوم كل يوم كل يوم هجوم، كل يوم كاتلين ناس، كل يوم شايلين بدر. شنو اولاد الرزيقات؟ مشيتوا قتلتوا 3 انفار ساكت، لا عيد لا رجل. بعد الوثيقه دي مشيتوا قتلتوا 3 انفار لا عيد لا رجل، ما عندهم اي حاجه. ناس في زراعتهم طقتهم قتلتهم، الناس سكتت لحد هسه، ما في زول مشى زول قتل منكم زول. مشيتوا سربتوا بحايم الاسبوع الفات ده، الفزع لما نقرب لكم ضربتوا البحايم دي ذخيره وجريتوا فزيتوا. الليله مشيتوا حجمتوا ناس، انتم ما ارجل مننا بالمناسبه. الله يفدى، انا بعتذر لاي زول، الله يفدى لايف قبلي رسمي، لاي انسان انا بعتذر له. يا جماعة الدفاع عن النفس واجب، ويا أهل ناس مكران بقولوا ده كويس. قسما وعظما تقولوا تحكوا في راسكم كم اللي حكتوا الناس الحسي عليهم قاعدين في المعسكرات الحسي، احنا قاعدين نتكلم عليهم دين. والله تعالى أضحكوا عليه، والله تعالى أضحكوا عليه، والنوم ما بينفع. وأي ذول حقنا ناس الحسي الكبار اللواء وشنو شنو ديل اطلوا ميتين القبيلة، ثم الكلام ده كويس. ما يجي يقول لك احنا عندنا اللي هو فلان ولا اللي هو فلان ولا بتاع ديل، ما بنعرفهم، لانه هم ديل اللي اتكالبوا علينا وخلوا شنو القبائل تحقرنا، والحقاره احنا ما بنقبلها. انا حامد ما بقبل الحقاره. كلكم اتكالبوا، اسمع الكلام ده كويس، والكلام ده للرزيقات ما لزول تاني بالمناسبه، ما لاي قبيله تاني. ولو في زول داري احمد سليم خليه يركب، ده واحد. ورسالة للتعايشي، التعايشي رسالة ليك،
انت الليله يوم الليله ده ها يوم الليله حتى قاعد تفتش في تليفون الناظر بتاع الفلاته ها يجيبوا لك بالله الليله حتى ما تفتش التليفون ها الليله ما تفتش في تليفون الناظر ناظر السماني ها يوسف السماني الليله ده ومعلومه مؤكده ما تلعب. يجب علينا احنا كفلاته كلنا شوف اسمه الكلام ده كويس اسمه الكلام ده كويس وانا بديكم لا من هنا ده الحدود الشرقيه اللي بتنقد بهناك قاعدين يقدوها الرزيقات الحدود الشرقيه بيننا وبين الحبشه الرزيقات قاعدين يقدوها بهناك اسمه الكلام ده كويس والحرب الموجوده في السودان دي نسبه 95% إبادة جماعية في دارفور المرتكبين نار الرزيقات 95% المرتكبين نار قبيلة الرزيقات العبادة الجماعية بتاع 87 مرتكبين نار قبيلة الرزيقات الماكلين مال الناس في دارفور قبيلة الرزيقات 99% 7 من 10 الجنجويد انتو كم موزة حلال منكم وكن حمدتي منكم وكن باقي كل حلوف وكلام انت دار تقول لنا شنو انت انا دار اعرف دار تقول الناس شنو عدم حوت كلام ده ما بيجي والله والله اقسم بالله العظيم ما بيجي واحنا يا فلاتة اسمه كلامي ده كويس الناس لازم تتكالب خلوا النقاشات في الجروبات الناس تتكالب وضموا يدينكم في رجلينكم الناس تمشي لقدام الناس تمشي لقدام فهمتوا الكلام ده نتكلم الناس تجيب وقفة واحدة وقفة واحدة عديل وقفة حقيقية ما وقفة ثانية وقفة بتاع النار وقفة بتاع الحرب احنا بعد ده دايرين حرب مع الرزيقات لا شغل بلبدوه ولا داري شغل بدسوه ذول شغل بدسوه ذاته ما دارين مرحب بالحرب وكي كل يوم الرزيقات يوم الثاني هم حاجمين وسارقين بقر وكاتلين ناس ولسه الناس بتدنقر احنا ما هنشتغل بذول احنا ما هنلبيد عليكم بعد ده مرحب بالحرب عديل مرحب بالحرب الحرب دي مرحب بيها الليلة قبل بكرة وأصل إحنا لو ما انتشينا مع بعض ضغطوا يدنا كويس كده عينكم ما بتجي وحياة دين وإيماني لو ما انتشينا مع الرزيقات تشي صح تمت لها سنة سنة ونص رأسكم ما بيجي بالمناسبة بصراحة كده أصلا رأسكم ما بيجي وانتوا تقيتوا جد بالمناسبة انتوا تقيتوا الطاقة جد ولو خطيتوا يدينكم بس فقط مع 3 حركات مسلحة ودارين تقلوا عدبكم قسما وعظما بناكلهم بيه 3 حركات الحس وقعوا معكم دين اقسم بالله بناكلكم 3 حركات الوقعت معكم الختمت معكم الصفقة بتاعت الدولة بتاعت الرزيقات والدولة بتاعت القبيلة معينة قسما بناكلكم لو اكتر مني انا كلكم ارفع يدينكم دي الملفات السرية اللي أنا كنت ما داير أفتحها لكن أنسي بفتحها ناو وهجيتونا في الدار بعد ما نفتحها بنفتحها عديد ولا بنتدبد ولا بنلف ولا مدور ولا إن الحاجة بنلفها مدورة لو أنتوا وقعتوا مع 3 حركات مسلحة في دارفور خلاص رفعتوا قرنكم لا لا أبدا والله أبدا لانه الاسبوع اللي فات قتلتوا ناس ما في زول سالكم كلكم اللي زول سالكم ما في قتلنا زول مشينا شلنا بقر زول شالوا عبل زول ما شالوا الناس اتحفظت الموضوع ده وقعدت ما تفتكروا الكلام ده قال خوف ده ما خوف السرقه حقتكم
كنا السرقة حقتكم معروفة ولا دار لا اثنين ثلاثة إلا من رحم الله. ومن رحم الله ده بسيط، فهمت الكلام ده؟ من رحم الله بسيط. شوفوا دارفور دي بيت كيف، شوفوا دارفور دي وصلتوها كيف، وصلتوا أهلها في الزرائب، أكلتوا مالهم كله، المال كله انتوا أكلتوا جد، ما في زول، ما انتوا انتوا رابقين راقص الخيط، القادة انتوا القادة، كم في 100 قبيلة معاكم، كم 100 قبيلة قاعدة معاكم، السمعة حقتكم انتوا، كم سمعة حقتكم وكم شيء حقتكم، فعلينا نحن نتوحد. أسوأ الكلام ده كويس أبناء الفلان، لازم نتوحد. القاعد يحصل لحد دي سنتر أفريك، أحنا نحسه في الصيف هناك بالحقوم النادل من هنا قاعدين يقتلوهم، وانتوا عارفين كلام ده، بالحقوم من هنا الرزيقات قاعدين يقتلوهم، والكلام ده ما بيمشي ساكت، الكلام ده ما بيمشي ساكت. فالرسالة ليكم انتو، الرسالة ما للرزيقات، الرسالة ليكم انتو الفلاتة دي، ما رزول تاني، كله ناس الموجودة في الحركات المسلحة، ناس الموجودة في الجيش، اسمه الكلام بيقول لكم ده كويس، حتى الناس الموجودة في الدعم السريع كلام ده خطوا في أضانكم كويس، يا تبقوا مع أهلكم تبقوا رجال، يا تبقوا خونة، يختاروا من الاثنين واحد، ما عندنا لهم ثالث، يا تبقوا رجال تجيبوا مع أهلكم، يا تبقوا خونة، شوفوا من الخيال عندنا شوفوا لكم واحد، كلكم بدون فرس، من حدود الحبشية لحد سنتر أفريق، لأن الناس آخر ناس مشوا البحر لسه ما جوا راجعين دل، ما في أي فرس، يا تبقوا رجال ها تجيبوا مع أهلكم وقفة صح، والنادي اللي ندخلهم في جحورهم سواء كان بالقانون سواء كان بالحرب، يا إما إنتوا خليكم برا من الصف، والشارع بينقاض، الشارع ده جاهز بالمناسبة، ولا دار له مشاورة، لكن كفاية من الذل والإهانة وكفاية من المهزلة، الكلام الفاضل حسي قاعد يحصل له، وأصلا ما دخلوا رؤوسنا في الرمال إلا إنتوا القاعدين في الجيش والناس القاعدة في الحركات المسلحة والناس اللي قاعده في داخل الدعم السريع. ليه؟ لان انتوا قاعدين لمصالحكم، ما قاعدين لمصالح الفلان ولا قاعدين لمصالح القبيله، قاعدين لمصالحكم الشخصيه على الاسف يعني، الا من رحم الله. وبرضه من رحم الله ده بسيط، بسيط كده ارقط زي جاي كده، ما ممكن كل ما الشمس تغيب 4 نفر يموتوا، كل ما الشمس تغيب الرزيقات بيشيلوا حاجة، كل ما الشمس تغيب المعلومات بتيجي الرزيقات شالوا. دي اسمع كلامي كويس، صنطوا كويس، دي ما بتنفع، دي غير مصوري ما داير حاجة عديد، كن كيو الناس تعمل كيو مواضح، الفيق مش بتدير به، احنا نعمل كيو في المال اللي قاعد جوا كله، المال اللي قاعد في دار فلاده كله نقول فيه كيو، ماله غالبنا ما غالبنا، لكن ما من شيماتنا نحن اصلا يعني ما بنعرف القدر، لانه احنا اصلا انا اصلا كفلاته ما قاعدين نقدر ناس، ما بنعرف القدر ولا بنعرف الخيانة، ما تعلمناه ذات حتى بالجيرة ذاته ما تعلمناه أبدا، وما من شيماتنا أصلا ولا من سمعتنا أصلا يعني، مع احترامنا لكل باقي القبائل، لكن الإنسان لما تنجبر
ها؟ قال المجبور بيركب الصعب، واحنا نختار من الخطين واحد، اثنين ما بيمشن سوا، يا مرحال يوديك عديل للمويه، يا مرحال يوديك القوة تموت. لكن ما عندنا مرحال ثالث، عليكم بالتوحد، عليكم بالتماسك. اسمع الكلام ده كويس، واي زول بيمشي بيطبل بيطبل المره دي ما معانا، زول ما بيجيب مع اهله احنا مع احنا ما معك والله بصراحه كده، لانه انتوا مشيتوا وقعتوا باللجنه اللي فاتت يهو النتيجه هسه هسه احنا فيها دي النتيجه اللي احنا فيها دي. مع احترامنا للناس اللي قدمهم كلهم، ناس انه كانوا ما جزء الضباط الجو من الجيش كلهم ما نافعين، لانه كلهم هم بقايا الحزب البعيد. لكن قلنا كان اهل لاهل املس جلابيتك وتعال اخدم اهلك، لكن على الاسف ما مرستوا جلابيتكم، جيتوا بنفس جلابيتكم حملتونا احنا الغلط، سكتنا ساكت، قلنا وثيقتكم دي نشوفها بتمشي وين؟ الوثيقه دي ما مشت. بعد ما انتوا وقعتوا قتلوا ناس ثاني، وبعد ما انتوا وقعتوا شالوا بحايم ثاني، وبعد ما انتوا وقعتوا قتلوا ثاني ثلاث انفار، لا ايدهم لا رجلهم، اربع نفر في زراعتهم بس مشوا تقوم تخ تخ كترهم في الزراعة، لا عندهم حاجة لا أي شيء ولا عكازات مشاريع. سكتنا ساكت، أول أمس شلتوا بهايم، لما الفازة قربت دقيتوهم كلهم ذخيرة قتلتوهم وجريتوا، قريتك إنه جبتوا كان داوستوا ذاته، كان لو جبتوا وداوستوا حصل كان تبادل بتاع نيران، بنقول والله الحرامية الناس شبطوهم وحصل ضرب، والذخيرة شنو؟ طاشة ضربت البهايم قتلتهم، لا 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 قال الونه دي وكيد راجع للسياده خلينا نقتلوها. طيب انت لو ما قادر ترجع الحرب شايل البقر لشنو انت؟ انت وكيد دار تفطسن مكان ما تسوق ذات اصلا كان تفطسن هناك. انت وكيد روح القاريه كده ما يشيل من الرجال لشنو؟ انت فاهم القصه دي؟ فعل محامي مالي بقعد يا اهلي، واللعب ما بينفع، وحسن النية ما بينفع، والتسامح ما بينفع، من حدودنا ما قريضة لحد نهاية مجنقر لحد سنتر أفريقيا دي بلدنا، دايرين نعمل فيها أي حاجة عيوار الليلة قبل بكرة. أخواننا الموجودين في حركات المسلحة الدائريين والله ترى مرعب، داير تقعد بغادي أنت يا أخوي حر، إحنا ما عندنا شغلة، لكن ما تتدخل، دار تجي السيد اهلك تعال، ما في زول بيجي يقول لك لا لا انت جاي لشنو؟ خلي حركتك تعال انضم لاهلك براسك، بس احنا ما دايرين منك حاجه، ما دايرين منك شيء، تعال براسك. احنا قادرين ندافع عن نفسنا بصراحه كده، قادرين بجد قادرين ندافع عن نفسنا دي 300%، وبتعرفونا كويس، لكن الظاهر عليكم نسيتوا انتوا. الظاهر عليكم نسيتوا، لكن والله وطلاه كلام ده ليك انت يا حبيبتي، انا كاتب اسمك تهدي هنا والله وطلاه، كرسي ده اللي ركبته انا عشان يبدا يجزه ده كلام، انا بوريك له هنا بوريك عليه كده ده. خلي قال هسه قاعد قال قال خلاص قال رخيطوا عظامكم قال جايبين السلام سلام بشيل البقر فلا ما بيجي يا فرده، دارفور دي حاميه وزوم بتلعب في الناس مجا داك فات وغنى يومات، ما في زول تاني بينقش لك بصراحة كده بوريك، وبالمال امشي شوف الناس اللي قاعد تشتريهم، ما بتشتري ناس وتجي تفجق الفلاتة ابدا والله ابدا. نهاية ومرحب بالحرب زي ما قلنا، الحرب مرحب بها الليلة قبل بكرة،
لكن احنا خلينا نتوحد كفلاده، خلينا نتوحد الان. زمان قلنا لكم الكلام ده، القبائل الزنجيه انتوا بتتكالوا مع القبائل العربيه، والقبائل الزنجيه بيشيلوا مالها وبيقتلوها وبيرجعوا لكم. كلامي ده ما سمعتوه، طلعتونا احنا ناس عليكم ما نعرف حاجه، لكن ما بتشعروا بشيء الا بعد الفاس يقع في الراس. واحنا 10 مليون فما فوق، 10 مليون فما فوق، خليه يموت 300 ألف، نصهم خليه يموتوا يعيشوا الباقي أحرار، نصهم خليه يموتوا يعيشوا الباقي أحرار. ما دارين أي صلح، صلح الني الهس انت بتمحوا دول ده، وكلهم بيشيلوا في البقر، ما دارين صلح، صلح بالطفادة بالمانجس، ده الصلح الدايرينه. واي فلو فلو بي فلو ناني حالام كابوتوم توندرا كي بوتوم ني ناي مون كو تيدي وتوندرا كي بوتوم ني تتا ياواري وناني غودون دون اون دون جودي نير نير سوين نير دون جودي مو neson juude mo der leñi leñi suwen won cari be an ngurñobe ben nana go mi gidon ngurñobe ben ñandere be mahli anna be ben dorto dow mo en enem go be ñama jawdi men wayren de ndok e jokkoto ngurñobe o kambe de toni be ndesi am ba ngurñobe ni be ndesi en nadu goddum doto ndaraki boddum on gaat boné nana haram ka boddum inna fuuna gaan hirnaage inna wayda han fomma fulbe fuum daadam jogo darodon darodor gorko daare lemon yite gongay na todo worbe wi worbe na todo worbe bi worbe te ngaday non en jatta inta da moni ne dum weti fu fulbe do mbare ta hadna lega khuna ali ali hasan hussein ya kha ustaz ne dum weti fu fulbe do mbare ne dum weti fu nane go ni nyama do be ma onni waradma o ko wadi dum dum anne mawbe men be gaddi yaware nane go be jabe jeet be nata der lawol be ngi aton kale kay kine to ngade ni ngade semtende day be nay men don togge ibbe reybe do mbare o larbe na han reybe fulbe ton be mbara o wari be dum be ni bari be suwe be ni hitade saline de preza bi ta chado onatu o ko do jawde fulbe do doni min do kalmi der la der facebook do kalmi ka be nangi fulbe be do mbara be don piabe be ko nyanay mabbe wori moy fuddika dum suwa en beeni fuddika wa hore mon wartata to anne do kaldi fu ko e ngartata anne darat ko e chadde anne ko e men chadde lakin to jodi ko nayma ko jama andita dum nawdo na nawa andita dum to dum nawdo to dum nawa andita اخويا اللي انا عملت لك قدمت لك الدعوه ولا كو ولا كو ولا كورت انت جونجو ما مومتا جونجو ما لا تدا كورد ما وين دون جودي ان دون جيوتا دير تليفون جيدي اون جيوتا يوتو بس بس دم يوتين ولا كوني كاي هرتاون يسو كاي هرتا يسو wala salam e sudan do wala salam ta jodi der suen do wallahi a hewta beldum sai ta hewa beldum ille beldum ille lo sama wite ma ta jogi ke dum a wada dum ana wara gaddim le kala sunda ana ma arefal
لا ما قادر اجيبك. اعمل دعوة تاني استاذ علي. مين عندي هالك نفتا وطبي؟ مين عندي هالك نفتا وطبي؟ بوطبي ولا كوبي فاهمي. لكن انت فلو بي فلو نان هالام كابوتوم فول بفول نانجا جوارون جودة مو ودي ودي بكالتا فول بيري بأندي هالام كاكا ناوك بيشل كوادي بيشل لأنو بيان ورد مقبي يعانا فولو بي فولو توكو دا غوطو عشان ورا ونعم جودي فول بي عشان عم بطو دا موتو على دوجي حبي مقبي كارو لا تتاكو كارو لا تتاكو ام هالا كاتكا ناني هالا ام كابوت ام هندي ودي حبر دواني هندي هندي ودي حبر دواني كينيا دون ودي ناي كوجا اسا بيجي چهري دي بيبه امبرا دير لورو ساري نونو انگو دي كم غور كوارا ريب امبرا هالا كاكا لا تتاكو وانا دون جودي جاد قال فول بقال انا قال انجد حالا جي قد دي لا دم نفتا ومتى كي جونغو مالا تبقى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ علي. أستاذ حامد إزيك؟ كيف حالك؟ إن شاء الله كويس، كيف أخبارك؟ كيف عامل تمام؟ الحمد لله رب العالمين، تفضل. عملي تكون بخير يا أخي. والله نحمد الله نكون مع الشاكرين. نحن متابعين كلامك، متابعين اللايف كويس. أعرفك. أدور رضا منه كويس، أسمع. أسمع على أسمع. والله مين نقول أنا أنت نمناودهم هندي بPN هندي بPN دو هندي حبر دواني. مين أولاً عبر ما رامي حين أي نتابع نتو ننتربولي. أوكي. وأسمع أنتي أنا وصلنا دم قال مين إنه يها. ومين مودي بولي كتير مولي دو حبر ودو يوار يمبي دو ورانتين هجي دارفور. فحتى ان بنغادي مفاوضات وبنغادي سلام بنغادي بناظر وبيمبي من جهي فبي نكتو ما يتاتو ناي جونغو مادا ويتتا يواري دو مادا غوما ف سلام نم بنغادي ومفاوضات نم بنغادي اي بي مي انون اون او هيتي اون او هيتي بي جيني مقرون هيتي غوما من هلاكي مشكله غوما ونجودي تولوس ولا إنيالا ونجهاي من أرض الميدان عشان دارون أمي فيات أمي نجي ممجبتا أمي فتات أمي اختصبنا أمي شردنا عشان أنا ديك بتاعك بس جورونا بعبد الرحيم دلقون بيون نحلك مشكلة لا نحلك مشكلة كان ولي تسجيلات صوتية واتساب ومول بدون ما كب يعني أوبم بي بدون أم هلتاك مشكلة فمي رسالة عن الفول بي يوتو فول فول دي شدي هيل مورون لأنه كوارتا بوري كوسالي وتوم بيرا جيتي مورون ام بيناي تون اون داري نون وارتم هيرسيدون اون جابتي دا جوتي مورون ام ادا روبي ام فو ام دالو ان جايل مهم بيرو جيتي مورون ومي ولوني بو ميو سوكابي فولبي ام بي هجي فيلي هجي فيلري كون ودي هجي فيلدوم اريتريين اي تون ديمي انا فرضني واقع كسم فرضني واقع لصلح قد النوم عشان نغيرنا ونمثلناك يصلح ونشاركناك يصلح ونبعيدين لأنه ينبيعهم فل بانجوتو بفل فل ده حن ودي دكان وضعي مانو نوم تنم نون ودي أنا فرض نيجونا تنارم نون ودي بون تنظلم نقيادة من تنظلم نيم أرضي به لكن صلح في ظل الظروف دوم نارم صلح جاروجو منيزو ونميد مراجعة ونميد قوة قوة تفضل بقوة موبة تبعدها دو دن يوبتدي إلدي دن بارون فيت دورم دارا ننم في اللورتو فنجيد دن دن غايد يو تقى بسواري ودي وقت بنانا من ودي حط بدو وارب بنانا من ودي حط بدو وارب بنانا هاي مي يوتي بسواري نمان ألا مي هبا هنده مي يوتي بفوتو نسيتا باورو مي ياي بسواري وميوتي بسواري ويولدي دي فاهمتا اي مودي وردا ميرو ميدي بنانا افهمي ميدي بنانا لا افهمي افهمي مي نياغاتو بي افهمي مونينام امي هامي تي مينا فول بنون
ام مهم فول بنارون مهم فول بكوبوتيرون كوتوتيرون وان كوغال مانغال غاتا غال غال بونغال واصلنا يماغال واصلنا دو كونغاتا وارون خلق مو مزاح بوتو ليميدن ارون خلص نو انجاري موندي ولازم فول بي باشي وون بي ميدان عثمان ابو جولين ابو جنبين وباقي يادار فول بي لازم يفرض واقع جديد فرض واقع يقدم ميدان والله 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 عبد الله عبد الله عثمان عثمان عبد الله ابو جولي الله ود مباركه اي مرونتيني وسما كو انكو توكل ماركو كو كو مين بما كو كوين كاليدو كم كو مرونتيني او غوركو انما ان حسين كم كو مين لدي اوني وصالح ابو سكينن وصالح ابو سكين ومحمد صالح ومحمد ارتو رشين شباب فول بيدون تي في وسما بي نانغو تشاكا مرونتيني وسما بي اي نانغو شاكا فرح نويتي اون فرح الدين اسمه بارشال فرح شباب يقول شباب نعمو بهيتي لكن دوت كي نوب بدو كو بي بي هم مابي بي يوم تنا بي مساحة عشان اي نتو فامين اندي اوسني اوسني دوت كي بدو بي بدا شباشي دي شوية انقرأ كوغل عشان اي نتو ودي حسابهم آرام ونكشو كون 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 اندا قيمة ما كون حقيقي جم فأولا انا بشكرك يا سيد حامد اتختلي فرصة انه انا اتواصل بالرطانة اقدر اوصل ما رسالة رطانة باللغة ومعذرة ما رطانة لغة معذرة معذرة للناس اللي سطحنا بهم ما قدروا يعرفوا الشيء اللي قلناه ما اقول لهم ناس بشده لكن ده السودان الجديد وده السودان اللي نحن عايزينه وده السودان اللي بنحلم به اي زول يلقى نفسه ويلقى يوصل رسالته ويلقى يوصل حاجاته فنحن بنقول انه اولا يعني رساله للناس اللي قاعدين يمارسوا في الاعتداء وفي التعدي لاهلنا صحيح نحن بنقول لهم يعني ده ما يعني ضعف نحن ده معروفين بالحلم ومعروفين بالحكمه ومعروفين بالصبر ومعروفين بالتسامح لكن للاسف الاشياء دي الناس قاعده تفسرها بتفسير خاطئ يعني لو فاكرين ضعف نقول لهم